السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبابتي في قناة لمساتي الذهبية. إن شاء الله هاد الفيديو تلقاكم كاملين مهنيين. كما راكم تشوفوا اليوم راح ندير معاكم إن شاء الله لي موفان. هاد لي موفان هادو يجيو بزاف خفاف ويجيو رائعين ويعجبوا بزاف الأطفال تاعنا. نتمنى أنه يعجبوكم وينالوا رضاكم. إذا عجبوكم حبيتوا تشجعوني، ما عليكم غير تخليوا لي لايك وتعليق وتشتركوا في القناة وتبارطاجيو الفيديو مع أحبابكم، وبيان سور تفعلوا خاصية الجرس حتى يوصلكم كل جديد قناة لمساتي الذهبية. جوزوا إلى المقادير وطريقة التحضير. أنا هنايا عندي راح اليوم نستعمل الكيلة، يعني المقادير تاعي حنستعملهم بالكيلة. فأنا هنايا عندي كاس معمر بالبيض، هنا هذا الكاس هذا تاع 240 ملي، هز لي 5 بيضات وحسب على حساب أيضا الحجم تاع البيضة تاعكم. اذا حبيتوا كميه اكثر من هذه فما عليكم غير تكبروا الكاس، يعني دي تستعملوا كاس اكبر من هذا. كما قلت لكم كاس كيلة تاع بيض، نصف كيلة من الزيت، زيت النباتي العادي، كيلة من الحليب، كيلة سكر، سكر حبيبات، وكيس من سكر فاني، وزوج كيسان ولا زوج كيلات من الفارينة، وكيس بوزن 11 غرام خمارة أو لا لوفور شيميك. بالنسبة للتزيين فأنا راح نستعمل رقائق اللوز أو اللوز إيفيلي، الشوكولا السوداء، يعني أنا قطعت شوكولا سوداء بهذا الحجم، وهنا عندي الشوكولا البيضاء. التزيين يبقى اختياري، تقدروا تخليهم غير فاني كما هكذا ناتور، ولا تقدروا تستعملوا حوايج خلاف، تقدروا تدخلوا فيها النواة كوكو، كيما التزيين اختياري. فانا هنايا عندي الغيسيبيون تاعي، حطيت فيه القليل من الملح، قليل فقط. راح نحط البيض تاعي، البيض يجب يعني لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة حتى يطلع لكم مليح. حنحط عليه الكيلة نتاع او الكيس نتاع الكاز عفوا تاع السكر، والكيس تاع الفاني سكر فاني، وراح نطلعهم بواسطة الباتور. تقدروا تستعملوا الخلاط اليدوي ولكن يستغرق لكم يعني وقت. بالنسبة للتنسيمات تقدروا تنسموه بمبشور الليمون، يجي أفضل، يعني أنا نفضله بمبشور الليمون. بعد ما طلعت البيض نتاعي ورجع لي يعني رغوي ومائل الى الابيض كما هكذا، فانا هنا حنزيد نصف كيلة من الزيت وال يعني الكيلة تاع الحليب، حليب ثاني بدرجة حرارة الغرفة ماشي بارد. تكملوه يعني تكملوا تستمروا يعني في الخلط بهذه الطريقة هذه. انا هنا راح نزيد الفرينه تاعي، بطبيعه الحال الفرينه لازم تكون منخوله، مهم جدا يعني تنخلوها، لازم تنخلوها. وحنزيد الكيس تاع الخماره، وبالنسبة للفارينة فالفارينة تتفرق، يعني كل واحد والفارينة تاعو، كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. انا من بهذا النوع تاع الفارينة تاعي يدي لي 2 كيلات. نتوما اذا كان عادة الفارينة تاعكم ما تشربش فعليكم غير تزيدوا نص كاس. المهم القوام راكم رايحين تشوفوه، القوام الاخير، هذه الكيلة الثانية
هو يجي شوية ثقيل، يعني تعليم فا يجي شوية ثقيل القوام تاعو. هذه هي النتيجة النهائية تاعو، هذا هو القوام المطلوب. أنا هنا حنجيب جبت المول تاعي تاع لي كوب كيك ولا تاع لي مادلين، حطيت فيه لي كيسات. من الأحسن تحطوا فيه لي كيسات هذو الورقية، وتحطوا نصف الكمية تاع الخليط، يعني متعمروش حتى الفوق لأنه فيه خمارة، وأيضا راحين نزينوه. اذا عمرتو حتى الفوق عرفوا بلي راح يفيض لكم. انا هنا راهو الفرن تاعي يسخن، المادلين تاعنا ولا لي موفان تاعنا ما يدخلوش في فرن سخون بزاف، باه نعطيو لهم الوقت يطلعوا ومن بعد يتحمروا، لانه اذا عاد الفرن تاعنا سخون بزاف عارفوا بلي رايحين يطلعوا ليه ليه ويزربوا يتحمروا من داخل، يبقاو يعني ماشي طيبين. انا هنا راح نقوم بالتزيين تاعهم. كما قلت لكم التزيين يبقى اختياري، تقدروا ديروا شوكولاتة الحليب، كما تقدروا ديروا هذه اللي نوار شوكولا نوار. صدقوني انه الطريقه هذه تجي بزاف مليحه، وايضا لي موفان تبعنا يجيو طريين ويجيو هشاش، والنتيجه ولا اروع. انا بعد ما نحطهم في الفور ويطيبوا لي راح نرشهم بالسكر غلاس كما راكم تشوفوا بواسطه مصفات. رشيت عليهم سكر غلاس كما هكذا. نتمنى أن هذه الوصفة هذه عجبتكم ونالت رضاكم. إذا عجبتكم وحبيتوا تشجعوني ما عليكم غير تخليوا لي لايك وتعليق. والآن نقول لكم سلام، إلى الملتقى إن شاء الله.